simple في حالة الانكوهيرنت الآن ما في عندي أي نوع من أنواع الماتشنج و I don't care about matching هون. So when the two faces have completely different crystal structure or when the two lattices are in random orientation ما في أي نوع من أنواع الماتشنج, it is unlikely that any coherent or semi-coherent interfaces form and the precipitate is said to be incoherent زي ما حكينا. Since the interfacial energy should be high for all interfacial planes, the gamma plot اللي هو interfacial plot فعليا راح يعتمد على الانجل, ما راح يعتمد على الانجل, هو بجميع الاحوال incoherent, ما في عندي اي نوع من انواع الكسب, فاجين راح يكون ب او it will be spherical, ما في عندي اي اعتماديه, قيمة الـ interfacial energy ثابتة على كل الـ orientation. It's possible that certain crystallographic plane of the inclusion lie at cusp in the gamma plot so that the polyhedral shape are also possible. اللي هي في عندي أحيانا حتى لو كان أو incoherent أحيانا exactly على one direction راح يكون عندي كسب. Since the interfacial energy should be high for all interfacial planes, طبعا قيمة ال interfacial energy اللي هي the highest, نحكي عن ال incoherent planes, the gamma plot and the equilibrium inclusion أو inclusion shape will be roughly spherical. بس هذا المفيد اللي هو راح يكون spherical. It's possible that certain crystallographic plane of the inclusion lie at cusp in the gamma plot so that polyhedral shapes are also possible. هاي confusing العبارة, بدي اشطب لكم اياها ما بدنا اياها. طبعا هون السبب, في سبب معين انه دائما بعض الفيزز اللي بتتكون بتكون نشأت من بنحكي عن الانكوهيرنت بريسيبيتيت نشأت من كوهيرنت, فعشان هيك في بضل نوع من انواع الماتشنج. يعني مثلا زي ما حكينا بمثال اللي طرحنا اللي هو مثال الجي بي زون اللي بيتكونوا بالألمنيوم بداية قبل أول ما يصير عملية التجمع, البارتيكلز بتكون coherent particles. الآن صارت الcoherent particles وبعدين صار في عندي growth وراحت الcoherency تاعت البارتيكل, صارت incoherent particles لكن على أساس هي تكونت من coherent وكانت هي situated with certain direction, فعشان هيك صار في عندي نوع من أنواع الماتشنج. احنا على كل حال نقدر simply هاي العبارة أبدنا شيئا اشطب لكم اياها, خلينا على انه will be roughly spherical. كيف البارتيكلز بتكون roughly spherical في حالة الانكوهيرنت, هذا اللي بدي اياه منكم تعرفوا وخلاص. That's it. Such faceting however need not imply the existence of coherent or semi-coherent. مجرد ما اشوف اي نوع من انواع الفيسيتنج, اي نوع من انواع انه انا في عندي شو اسمه preferred surface between particles, بقى بدي أفكر إنه في عندي نوع من أنواع الكوهيرنسي. إذا ما كان مش كوهيرنس معناته الأصل تاعها قبل ما صار growth للبارتيكلز كانت كوهيرن, وهكذا. طيب الآن نحكي عن special placement للبارتيكلز. إحنا بنحكي الآن لحد الآن كنا بنفترض إنه البارتيكلز موجودة within a matrix of certain phase, يعني within a grain معين. طب الآن إيش راح يصير في حالة إنه البارتيكلز كانت على الجرين باوندري؟ إذا كانت على الجرين باوندري معناته هالبارتيكلز بدها تكون between two إيش between two different planes, وإذا كانت أو عفوا بتكون between two different grains, وإذا الجرينز start inking هون, إذا الجرين اللي فاصل بيناتهم انترفيس على سبيل المثال هون مثال خلينا نحكي هاي الفا هاي الفا, ايش الانترفيس هذا اللي هو عبارة عن جرين باوندري, ايش الفرق بين الالفا هون والالفا هون؟ الكريستال اورينتيشن, انا عندي هون كريستال اورينتيشن وهون عندي كريستال اورينتيشن مختلف تماما.
الآن الكريستال أورينتيشن للبارتيكلز بده يكون عبارة عن باتجاه ثابت. الآن ممكن يعمل ماتشنج مع السيرفس يعطيني كوهيرنت، أو ممكن لا، أو ممكن يعمل مع ماتشنج مع الفيز الثاني ويعطيني كوهيرنت أو سيمي كوهيرنت، ممكن لا. فهاي الاحتمالات الثلاثة اللي هو أول شيء a coherent or semi-coherent interface with one grain and incoherent interface with other grain، زي المثال اللي هون في B. أنا في عندي زي ما حكينا هاي ألفا وهاي ألفا باتجاهين، هون كان الorientation تاع ألفا suitable إنه يعمل لي coherent في المنطقة هاي للانترفيس، هاي الاورينتيشن ما في ماتشنج عملت لي هون انكوهيرنت انكوهيرنت كوهيرنت، وعلى الفيز الثانية او على الجرين الثاني كمان كل الانترفيس تاعها انكوهيرنت. هاي احتمالية، او زي ما حكينا الاحتمالية الاولى تكون انكوهيرنت مع جميع مع التو جرينز، او الاحتمالية الثالثة تكون هون لاحظوا اذا بشوف انا فيسيتنج بدي اشوف اي نوع من انواع الفلات سيرفيس بدي اعرف انه this is coherent interface بهالبارتيكلز. هاي luckily هالبارتيكلز عملت لي نوع من انواع الماتشنج between certain directions بالتو جرينز والنايس سفيريكال سموث سيرفيس اللي هي هون incoherent coherent. اوكي وهاي اللي المنطقة هاي coherent، طبعا احتمالية هاي دائما ضعيفة. طيب هنا نشوف عن ايش بنحكي، اعتقد نكمل عن نفس الموضوع. هذا مثال عملي هون، لاحظوا انا في عندي هون 3 grains، عندي جرين معينة جرين كمان كلهم إلهم نفس الفيس، هاي ألفا ألفا ألفا، لاحظوا ألفا هاي لأنها إلها certain direction أو certain orientation عملت لي coherent interface مع هاي، وبدليل إنه flat. مساح الجزء لاحظ إنه straight face أو في faceting هون flat surface، وهون incoherent وهون incoherent. هالمنطقة التريبل جنكشن هاي اللي بتضمن الثري فيزز مهمة لأنها هي اللي بتحدد الشكل تاع البارتيكلز والجروث تاعها، اللي هو لما نحكي انه في عندي سيرفيس تنشن between الثري ديفرنت انترفيسز. سيرفيس تنشن هون بهالاتجاه وسيرفيس تنشن هون بهالاتجاه، لاحظوا هذا incoherent هذا ايش ماله، هذا incoherent كمان وهون coherent، والانترفيشال والcoherent interface لازم يكون قيمة الانترفيشال انيرجي قليلة، وبالتالي قيمة الانترفيشال انيرجي قليلة معناته السيرفيس تنشن قليل شيك. فعشان هيك اذا كانت قيمة السيرفيس تنشن للكوهيرنت انترفيس هون قليلة، معناته الانجل هاي لازم تكون كبيرة عشان تقلل الكومبوننت، مثلا هاي قيمة التنشن اللي جاي عاملة هاي تنشن، قيمة الكومبوننت تكون اقل ما يمكن بالاتجاهين عشان الماتشنج. اي هوب انكم فهمتوني، لكن مجرد ما بشوف انا فيسيتنج بعرف انه this is coherent interface. مثلا هون مثال كمان لاحظوا هاي المنطقة الفلات this is coherent interface، كمان هاي incoherent interface حوالي البارتيكلز nice smooth and spherical. الآن خلنا نحكي عن المسفت strain effect. لحد الآن كنا بنحكي عن coherent أو incoherent في حال إنه أنا ما في عندي strain misfit أو misfit strain effect، خلينا نحكي أو اللي هو strain energy أو strain gives free energy داخل الماتيريال. إيش هذا؟
المرة الماضية حكينا إنه إذا كان في عندنا matching between the structure راح يكون الانترفيس اللي هو coherent interface. طب إذا في عندي matching في الـ structure لكن ما عندي matching في الـ atomic parameter أو في الـ lattice parameter أو في الـ size تاع الـ atoms، راح يكون في عندي نوع من أنواع الـ misfit. هالمسفت اللي ممكن يعمل لي dislocations على الانترفيس وبصير semi coherent، أو ممكن يكون المسفت is so large بحيث إنه يكون عندي large number of dislocation، وبالتالي يصير ما إنه يكون ما في عندي أي نوع من أنواع الكوهيرنسي، تروحي الكوهيرنسي داخل الماتيريال. فقيمة هالسترين effect مهم كثير في في المعادلة اللي بتحدد الشيب. احنا زي ما حكينا دائما الشيب، نرجع للجزء من السلايد اللي كنا نحكي عن الـ energy minimization. الكرايتيريا تاعتي انه مجموع الاريا في مجموع الانترفيشال الانرجي تاع كل هالاريا يكون ماله minimized، في حال انه انا ما في عندي اي نوع من انواع السترين انرجي. الان في عندي سترين انرجي، بدنا نفترض انه في عندنا سترين انرجي، هذا سترين انرجي راح يغير لي المعادله من اللي هي مجموع الانترفيشال انرجي ضرب الاريا تاع كل واحد من هالانترفيسز مجموعهم كامل زائد قيمه السترين مسفت انرجي او المسفت سترين انرجي يكون مينيمايزد. It was pointed out in the previous section that the equilibrium shape of coherent precipitate or zone can only be predicted from the gamma plot اللي هو عند the minimum energy when the misfit between the precipitate and matrix is small لما يكون في عندي المسفت قليل كثير. لكن when misfit is present في عندي نوع من أنواع المسفت the formation of coherent interface rises the free energy of the system on account of elastic strain. ايش اللي هو مجرد ما تكون الماتيريال كوهيرنت ايش اللي بيزيد للتوتال انرجي تاع السيستم اللي هو الالاستيك سترين انرجي، او بسميها free energy of the system account for the elastic strain field او elastic increase في في التوتال انرجي اوف ذا سيستم. So if the elastic strain energy is denoted by delta GS, the condition for equilibrium اللي هي equilibrium phase إلو اللي هي مجموع interfacial energy زائد elastic strain energy has to be the minimum. كان عندي one component اللي هو interfacial energy، الآن صار عندي two components اللي هو interfacial energy وقيمة كمان الـ elastic strain energy. خلينا نشوف في حالة الـ fully coherent precipitate بدنا نحاول إنه نعمل نوع من أنواع الـ quantification لقديش قيمة الـ strain energy. طبعا في تقريبات كثير بالموضوع لكن نحاول إنه develop very simple theory لهالموضوع. المسفت strain energy for fully coherent precipitate. The origin of the coherence strain for misfitting precipitate is demonstrated in this figure. اللي هو أنا في عندي two particles. If the volume of the matrix encircled اللي هي المنطقة هاي اللي فيها ال precipitate، منطقة ال precipitate راح يتغير عندي ال chemical composition، راح يتغير عندي ال makeup تاع الماتيريال هاي. نيو فيز راح تعطيني ديفرنت سايز. مثلا على سبيل المثال لو نحكي عن التحول الطوري اللي بيصير بتوين الفا ايرون وجاما ايرون باللحظه اللي بيصير فيها بريسيبتيت من الجاما ايرون، نعرف الدنسي تاع الجاما ايرون اقل من الدنسي تاع الالفا ايرون، معناته البارتيكلز من الجاما ايرون اللي راح تتكون within الالفا ايرون ماتريكس راح تكون أصغر حجماً، أصغر شوي. طبعاً مقدار الصغر بالحجم راح يكون اللي هو إيش راح يكون arise من الفرق في الأتوميك باكينج فاكتور من 0.74 ل 0.68 between ال FCC وال BCC structure. فهذا ال volume تاع المسفت هو إنه ال particles راح يكون لها volume أقل. الآن عشان هاي الفوليوم أقل اللي بصير إنه كل structure
عشان مينيمايز الانرجي راح يروح معبي للفراغ. فاللي راح يصير انه راح يتكون عندي هالشكل. لاحظ السترين والديستورشن اللي موجود في اللاتس اراوند البريسيبيتيت، اللي هو باورد باي، اللي هي انه لازم يكون عندي ماتشنج في الاستراكشر، او وات وي كول ات ذا كوهيرنسي. هاي الديستورشن اللي بيجي بسبب الكوهيرنسي بنسميه كوهيرنسي سترين انرجي، او كوهيرنسي الاستيك سترين انرجي. كوهيرنسي اللي هو بسبب الكوهيرنسي. طيب if the lattice parameter of the unstrained precipitates and matrix R، اللي هو إذا كان في عندي two different structure، الآن نحكي عن نفس the structure عشان نفترض إنه fully coherent precipitate نفس the structure، الفرق بيناتهم فقط في اللاتس بارامتر. لو افترضنا إنه اللاتس بارامتر للprecipitate اللي هو A B beta، وللماتريكس اللي هو A alpha، قيمة المسفت دلتا، أو نسميها unconstrained مسفت دلتا denoted by، اللي هي الفرق في اللاتس بارامتر على اللاتس بارامتر تاعت الماتريكس، هاي قيمة الدلتا. هالقيمة من الدلتا راح تعطيني، نختصر الموضوع هون مش ذات أهمية، راح تعطيني قيمة strain energy بمقدار قيمة strain energy اللي جاي بسبب المسفت، اللي جاي بسبب انه البارتيكلز هاي عبارة عن coherent دائما denoted by، اللي هي تقريبا، طبعا من تقريب اللي هو 4 mu delta squared dot او multiply by the volume. لاحظ هون mu اللي هو الشير modulus للماتيريال، دلتا اللي هي قيمة الـ unconstrained misfit اللي هي قيمة دلتا عرفناها هون، سوري، وال وال الفوليوم اللي هو الفوليوم تاع البارتيكلز. زي ما احنا شايفين قيمة هالمسفت بيعتمد على الفوليوم، بمعنى كل ما زاد الفوليوم كل ما زادت قيمة المسفت. عشان هيك البارتيكلز ممكن تغير الستركتشر تاعها إذا زاد الفوليوم تاعها وهكذا، أو تغير اتليست الأورينتيشن تاعها، أو تغير نوع الانترفيس. زائد الدلتا اللي هي إلها تأثير كبير، كل ما زادت المسفت بمربع زيادة المسفت راح تتغير الدلتا جي اس. معنى انه الدلتا جي اس very sensitive للزيادة في قيمة المسفت الفا. في الاذر كيس اللي هي incoherent inclusions، في حالة الانكوهيرنت inclusion انا ما في عندي قيمة المسفت اللي جاي من الكوهيرنسي. So when the inclusion is incoherent with the matrix, there is no attempt at matching the two lattice and the lattice site are not conserved across the interface. Under these circumstances, بهاي الظروف there is no coherence strain. ما في عندي coherence strain. دائما لكن في عندي نوع من انواع السترين اللي هو دائما ما بسبب التغير في الفوليوم، زي المثال اللي طرحناه قبل شوي اللي هو تاع الجاما ايرون والالفا ايرون، انه انا في عندي نوع من انواع اللات سترين فيه. طيب طبعا قيمة زي ما حكينا اللي هو بسبب التغير في الفوليوم بين البريسبيتات، قيمة اللات سترين بيكون very small compared لقيمة، يعني قيمة اللاتس سترين او الالاستيك سترين او الكوهيرنسي سترين بتكون اكبر بكثير من قيمة السترين في حالة انه انا عندي incoherent inclusion. وبحالة زي هاي اللي هي القيمة الصغيرة تكون العلاقة لها علاقة ب
المسفت تاع الفوليوم rather than linear misfit اللي باللاتس بارامتر بين الالفا فيز والبيتا فيز، بكون فقط في عندي very small value. احنا we can neglect it for now للارجيومنت تاعنا. فعشان هيك راح تعمل لي ظاهرة الكوهيرنسي لوس، نسميها الكوهيرنسي لوس، اللي دائما بنشوفها لما يصير في عندي جروث بالبارتيكل، زي المثال اللي حكيناه جي بي زون او الثيتا برايم، الها هي كوهيرنت انترفيس، لما تتحول لثيتا دبل برايم او جوز اب تو ثيتا بصير في عندي لوس في الكوهيرنسي. ايش السبب اللوس في الكوهيرنسي؟ اللي هي قيمة الدلتا جي للسيستم في حالة اللي هو coherent أو incoherent. مثلا على سبيل المثال لو هو افترضنا إنه الدلتا جي الجيبس فري انرجي لبارتيكلز لبريسيبيتيت coherent، قيمتها راح تكون عبارة عن الفوليوم تاع البارتيكلز مضروب في المسفت. احنا حكينا المسفت هو فانكشن للفوليوم، صح؟ اللي هي العلاقة هاي اللي حكيناها، الدلتا جي اس تساوي قيمة الفور ميو أو الأربعة في الشير موديولس في دلتا سكوير، هاي هي نفس العلاقة هون، فور ميو دلتا سكوير ضرب الفوليوم، هذا الجزء اللي هو سميناه اللي هو دلتا جي اس في حالة انه انا في عندي كوهيرنت، زائد قيمة الانترفيشال انرجي. قيمة الانترفيشال انرجي اللي تساوي اللي هي السيرفيس اريا تاع السفير 4 باي ار سكوير ملتبلاي باي اللي هو قيمة الانترفيشال انرجي. وقيمة الانترفيشال انرجي في حالة الكوهيرنت زي ما حكينا المحاضر الماضي بتكون فقط اللي هي بسبب الكيميكال ديفرنس او اللي هي جاما كيميكال. بالمقابل قيمة الدلتا جي لبارتيكلز إلها نفس الـ R لكنها incoherent، راح تكون قيمة البارتيكلز إلها، ما عندي دلتا جي اس هون، افترضنا انه نيجليجبل القيمة فشلتها، ما عندي دلتا جي اس، بس في عندي قيمة interfacial energy surface area للبارتيكلز 4 باي ار سكوير multiply باي قيمة الانترفيشال انرجي. الآن الانترفيشال انرجي تو كومبوننت، واحد الكيميكال انترفيشال انرجي ديفرنس، وزائد اللي هو الاستراكشرال انترفيشال ديفرنس اللي بيجي بسبب انه ما في عندي ماتشنج في الكريستال ستراكشر او اللاتس بين البارتيكلز وال او البارتيكل والماتريكس. الآن هاي عندي قيمتين على نفس البارتيكل، أنا بقدر أعمل ماتشنج بين ذم، بدي أعرف قديش قيمة R في حالة إنه دلتا جي للكوهيرنت تساوي الإنكوهيرنت، أو بقدر أشوف قديش التغير في القيم هاي إذا أنا دخلت بعض البارامترز. راح ألاقي إنه زي ما إحنا شايفين هون الإنكوهيرنت بتعتمد على مربع R، بينما الكوهيرنت هي معادلة تكعيبية مع R، بمعنى انه it grow faster لما تزيد ال R. فعشان هيك اذا بروح هون راح بلاقي انه في بداية عند small R قيمة ال interfacial energy لل incoherent راح تكون عالية من الكوهيرنت، اعلى من الكوهيرنت، لاحظوا القيمة هاي اعلى، بينما at low R في عندي الكوهيرنت انرجي اقل. فعشان هيك السمول بارتيكلز اول ما بتتكون اول ما تصير بريسيبيتيت البارتيكلز هاي tend to be coherent، بينما لما بتطلع على سايز اللي هو الكريتيكال سايز بيكون الانترفيشال او التوتال انرجي للسيستم في حالة coherent او incoherent متساوي اعلى من هالكريتيكال سايز، لانه معادله هون تكعيبيه، هون معادله تربيعيه، مسولف عن انه السنسيتيفيتي للتغير مع ار بيكون اقوى. فعشان هيك بتروح القيمه تاعت الدلتا جي في حاله الكوهيرنت بتكون اعلى من الانكوهيرنت. فعشان هيك بنحكي انه الماتيريال تند انها
تفقد الكوهيرنسي تاعت الانترفيس تاعها. هاي العملية بنسميها الكوهيرنسي لوس، وبنشوفها بظواهر كثيرة زي في حالة الانيلينج الايجينج للالمنيوم واشياء زي هيك. راح نحكي احنا بتفاصيل اكثر ان شاء الله في الشابترز القادمة. الان نكون انهينا هالشابتر ونشوفكم على خير ان شاء الله، وهدات بال، يعطيكم العافية.